سيؤكد ضرورة الامتثال لطلب تسليم مرتكبي الانتهاكات إلى الجنائية الدولية لوقف تكرارها. موسى فرج يكشف عن جلسة لمجلس الأعلى للدولة إلى صيغة نهائية بشأن السلطة التنفيذية. ابن قدارة يرجع أسباب ارتفاع الدينار إلى المضاربين ويشير إلى ضرورة وضع سياسة نقدية للتحكم. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الثالثة. اعتبر المجلس الرئاسي عمليات الأعدام الجماعية التي ارتكبها مؤخرا الورفلي أفعال تمس نظام الدولة، التي أشار إلى أنها وحدها من تملك حق ملاحقة المجرمين ومعاقبتهم. ونبه الرئاسي في بيان له السبت على أن التقصير في ملاحقة الجناة يضعف حجة الدولة أمام المجتمع الدولي في الدفاع عن قضائها، لافتا إلى أن الامتثال لطلب تسليم مرتكبي هذه الأعمال للمحكمة الجنائية الدولية ضرورة إنسانية لوقف هذه الانتهاكات الحقوقية والإنسانية. كما أشار الرئاسي إلى الأعدامات المماثلة في درنا، مؤكدا أنها أفعال محل الملاحقة من قبل الأجهزة الضبطية والقضائية. طالبت منظمة العفو الدولية بضرورة تسليم آمر المحاور بالقوات الخاصة التابعة لخليفة حفتر محمود الورفلي إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد عمليات الأعدام التي نفذها خارج نطاق القضاء. مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية قالت إن الفيديو الذي يجري تداوله حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي دليل على العواقب المروعة لظاهرة الإفلات من العقاب المنتشرة في ليبيا. فطالما يشعر المتهمون بارتكاب جرائم حرب، أن بإمكانهم ارتكاب انتهاكات جسيمة دون المثول أمام العدالة، فإن أفاق إقامة سيادة القانون في ليبيا ستظل قاتمة. حسبي الله ونعم الوكيل. بسرعة مذهلة تتوالى الأحداث وتخرج الأحكام خارج نطاق القضاء وتنفذ بسرعة خارقة. الكثيرون ينسى الحدث ليجدد مشاعر انتفاضتهم بأحداث أكثر وجعا، لكن التاريخ لا ينسى ولا يتغافل، فكل مرصود لمن أراد أن يعرف ويتخذ من التاريخ عبرة. محمود الورفلي القيادي في قوات حفتر يظهر من جديد وهو ينفذ حكما بإعدام 9 سجناء أمام أعين العالم، على الرغم من ادعاء القيادة العامة التابعة لخليفة حفتر أنه ألقي القبض عليه وأنه رهن التحقيق. محكمة الجنايات الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال في حق الورفلي سابقا دعت جميع الدول بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تيسير القبض عليه وتقديمه فورا إلى المحكمة الدولية. أما في بيان مشترك عبرت الدول الكبرى عن إدانتها وقلقها الشديد من مواصلة ارتكاب مثل هذه الجرائم وعدم احترام القانون الدولي والليبي وإفلات الأشخاص من العقاب بمن فيهم الورفلي. كل هذا يعرقل من مسيرة السلام التي اتخذت ليبيا أول خطوة فيها بالفعل الفترة الماضية. عمليات الإعدام والتفجيرات تتطلب كلاهما الإدانة والرد القوي. كان هذا مفاد بيان حزب العدالة والبناء على خلفية أحداث بنغازي الأخيرة، فبناء مؤسستي الجيش والشرطة هو مطلب الجميع، ولكن القتل خارج القانون هو أمر مرفوض في دولة تسعى إلى إعادة بناء مؤسساتها بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان، وهو أيضا ما اتفقت عليه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيانها. هذا واعتبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها جراء ما وصفته بعمليات القتل الانتقامية الجديدة في ليبيا بعد العثور على 3 جثث في درنا و5 في بنغازي، لافتة في تغريدة لها إلى أن نمط العنف يجب أن ينتهي، وأن من لديه السلطة على القتلة أو يأمرون بارتكاب هذه الجرائم أو ينفذونها يتحملون المسؤولية كاملة بموجب القانون الدولي.
ما الذي جنته بنغازي بعد حرب السنوات الأربعين لعمليات الكرامة؟ الحوادث تشي بارتفاع مرعب لوتيرة الاغتيالات وسط فشل أمني ذريع في المدينة. ليلا هي مسرح لجرائم القتل التي تكشف فضاعتها أول خيوط الصباح، جثث في شارع الزيت وفي مكبات القمامة، ومجازر للعشرات في الأبيار، تفجيرات لسيارات مفخخة، وغياب تام للتحقيقات وانتقام بتنفيذ الإعدامات بحق العشرات القابعين منذ أشهر في سجون حفتر وخارج إطار القانون. مثل التفجيرات السلماني وما تبعها من إعدامات خارج إطار القانون إضافة ثقيلة في ملف بنغازي الأمني الذي لم يهدأ يوما منذ سنوات. سيناريو التفجيرات والاغتيالات رفيق المدينة من أول عملية تفجير عام 2011 التي استهدفت فندق تيبستي، لتعود الاغتيالات بعدها عام 2012 مع تغييب التحقيقات حينها من قبل حكومة زيدان. مع ارتفاع الأصوات المنددة خرج صوت حفتر معلنا عملية الكرامة، وفتح تأنير الحرب بدعاوى تخليص المدينة من الاغتيالات، ولكن حصادا مرا جنته بنغازي بعد 4 سنوات من الحرب. الحصيلة تقول أن ليبيا عامة وبنغازي خاصة دخلت منعرجا خطيرا أنتج انقساما سياسيا وآلاف القتلى والجرحى، ناهيك عن المهجرين قسرا، وخسائر مادية فادحة، ومعها تنام لعمليات القتل خارج إطار القانون في صورة بشعة مخالفة لكل الأعراف والقوانين، دفعت بمحكمة الجنايات الدولية لإصدار مذكرات اعتقال في حق من يحتمي اليوم تحت سلطة حفتر ممارسا عمليات العنف والإرهاب، متحديا البعثة الدولية التي تزامنت مع زيارة ممثلها غسان سلامة لبنغازي حينها. الاغتيالات أخذت منحا خطيرا فهي مستمرة وفي ارتفاع ملحوظ وسط غياب السلطة المسيطرة عن المنطقة، ولا ريب هي تعكس عجزا أمنيا لقيادة الكرامة إذا علمنا أنها فوضت الأهالي بعد إعلانها تحرير بنغازي بالدفاع عن أنفسهم من إرهاب زوار الليل وخفافيش الظلام. السماح للمواطنين باستخدام القوة ضد كل من يحاول القبض على مواطن بدون إجراءات رسمية، بدون أوراق رسمية، بدون بلاغ رسمي، وكذلك الذين يأتون للمواطنين لابسين أشياء على وجوههم. كشف رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة موسى فرج الجمعة عن عقد جلسة الأحد المقبل للوصول إلى صيغة نهائية بشأن آلية اختيار المجلس الرئاسي، مضيفا في تصريح له إن جلسة أخرى ستعقد نهاية هذا الأسبوع لمناقشة الموضوع نفسه بحضور المبعوث الأممي غسان سلامة وعضو مجلس النواب عبد السلام نصية لمناقشة الصيغة المناسبة التي ترضي الطرفين. فيما طلب عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بدعوة رؤساء مجلس النواب والأعلى للدولة والرئاسية إلى اجتماع موحد للتوصل إلى صيغة تفاهم مشتركة ومعالجة المختنقات التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي، مشيرا في تصريح له إن الممثلين السابقين للأمم المتحدة انتهجوا سياسة التواصل مع الأطراف المتنازعة كل على انفراد، لافتا إلى أن تلك السياسة لم تأتي بأي حل وانعكست على إطالة أمد الأزمة. وكان مجلس النواب قد دعا الجمعة أعضاء المجلس إلى ضرورة الحضور للجلسات المزمع عقدها الاثنين والثلاثاء المقبلين بمقر المجلس بطبرق. المجلس أكد أن بنود الجلسة تتمثل في تعديل الإعلان الدستوري ومناقشة قانون الاستفتاء على الدستور.
قال المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي فرحات بن قدارة تعليقا على ارتفاع سعر الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية الأخرى إن السوق الموازية في العملة هي سوق احتكارية تخضع لقرارات المضاربين بسبب عجز المصرف المركزي عن انتهاج سياسة نقدية تتيح له القدرة على التأثير في سعر فضلا عن أسباب متعددة أخرى أشار إليها بن قدارة الذي أكد ضرورة أن تبنى المصارف سياسة نقدية بتدخل التدريجي في السوق عبر ما يعرف بالسعر الخاص وسحب زمام المبادرة من المضاربين وهو ما اعتبره حل مستدام لتدهور قيمة الدينار وأزمة السيولة. فيما سجل الدولار هذا الأسبوع هبوطا حادا كسر معه حاجز الخمس دينارات لأول مرة منذ أكثر من عام غير أن ذلك لم يحدث أثرا كبيرا على سلة الخضروات واللحوم في الوقت الذي ينتظر فيه المواطن نتائج ملموسة تنعكس إيجابيا على واقع معيشته للتفاصيل في نص التقرير التالي. على الرغم من الهبوط الحاد لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي لأكثر من دينارين في السوق الموازية خلال هذا الأسبوع ليسجل أعلى خسارة له منذ بدء العام الحالي، إلا أن تداعيات ذلك لم تنعكس بشكل كبير على سوق الخضروات والفواكه واللحوم، فاللحوم الحمراء والبيضاء طرأ عليها انخفاض بسيط عدا البيضاء التي شهدت انخفاضا ملحوظا فوصل الكيلو الواحد إلى 9 دينارات و500 درهم. السؤال وين؟ سؤالنا للمسؤول معيار ثبات الدولار، لأن الناس متخوفة تقول لك الدولار نزل، لكن أنا ما نعرفش هل حيثبت أم يثبتش. خايفين الناس تقول لك لا راهو خايفين من التوخيرة، هل الناس تظن ما عندهاش ثقة؟ البعض عزى ذلك إلى جشع التجار وعدم ثقتهم في وضع الدولار في السوق الذي شهد مؤخرا تذبذبا كبيرا، مطالبين الرقابة وأجهزة الحرس البلدي للقيام بواجباتهم لتقييد هؤلاء التجار بالتسعيرة التي وضعتها وزارة الاقتصاد. أما بالنسبة للخضروات فكان الوضع شبه مختلف، حيث انخفض بعض الأصناف في السوق بشكل طفيف في الوقت الذي حافظت فيه الفاكهة بمختلف أنواعها على أسعارها بالرغم من أن جلها يتم استيراده بالعملة الصعبة من خارج البلاد. والعيب في مني؟ العيب في الأجهزة الأمنية الموجودة. أقسم بالله قلت لك البطاطا قابلة ب 25 جنيه يا راجل، أنت علاش تبيعها ب 25 جنيه المواطن؟ علاش؟ أنت مرات تاخذ كيلو البازيلي تاخذها ب 25 جنيه أو ب 2.5، علاش ما تبيعهاش بثلاثة؟ علاش ما تبيعهاش ب3.5؟ علاش تبيعها ب 5 جنيه؟ ما سمع الله، مرات أنت تاخذ القابلة ب 20 دينار و 22 دينار فيها 25 كيلو، علاش ما تبيعهاش ب 2 وربع و 2.5 للمواطن؟ هذا ولا يزال الترقب سيد الموقف لدى المواطن والتاجر على حد سواء، خوفا من أن يكون هذا الهبوط مؤقتا والخشية من وثبة جديدة للدولار أمام العملة المحلية متأثرا بأي معطيات قد تستجد على الساحة الاقتصادية والسياسية، إلا أن الأمل يظل قائما رغم الهواجس والتكهنات. هذا وشهدت الأسواق بمدينة طرابلس الجمعة انخفاضا ملحوظا في أسعار اللحوم والخضروات وغيرها من السلع، حيث قامت عدسة ليبيا بانوراما باستطلاع آراء المواطنين حول انخفاض الأسعار. نتابع. كويس، يعني الأسعار تقدر تقول بادية تدريجيا في النزول وفي انتعاشها في السوق، كويس يعني تقدر تقول يعني الناس شبه يعني الأسعار شبه نص نازلة، يعني كويس الحمد لله. والله الأسعار في المتناول للجميع، يعني أسعار مناسبة بالسوم اللي بتشري به أنت المواطن. الأسعار بقت 100 100 والحمد لله خير من ربي، إن شاء الله يا رب ينزل الرخاء في ليبيا والأمن والأمان لليبيا. طبعا بالنسبة للأسعار، الأسعار الحمد لله يعني في انتعاشة واضحة في السوق، والدليل على هذا أن في إقبال الناس وفي حركة بسم الله ما شاء الله. هذه نعتبرها خطوة أولى إيجابية لصالح المواطن إن شاء الله، ونتمنى تكاتف الأيدي والجهود من أجل ليبيا وليس من غير ليبيا. زي ما تشوف استاذي، طبعا سوق باب البحر مدينة قديمة، طبعا طرابلس سوق ميناء طرابلس، الناس طبعا مقتدة يعني ما شاء الله، الناس تشري وتقدر عندها سيولة، طبعا تقدر تشري وتقدر تاخذ لصغارها. الحمد لله السوق كما تشوفون الحمد لله كل شيء متحرك، والأسعار نزلت بالنسبة بتاع 25% على قبل،
للأسبوع اللي فات، والحمد لله أصبحوا الناس والسوق كلها كل شيء متوفر ولله الحمد، وإن شاء الله الأمن والأمان لهذه البلاد. الأسواق بإذن الله في النازل مع سعر الدولار الحمد لله، والحاجات اللي نستوردوا فيها من برا زي الوراثة زي الكوالي زي الشولة في النازل الحمد لله خير من قبل، وإن شاء الله بإذن الله من أحسن لأحسن. الأسعار قاعدة هي الأسعار غالية شوية الحق، وغالية وباي الحمد لله تو أيامات اللي فاتوا نزلوا رواتب للناس باي مش يطلموا، لكن الأسعار قاعدة هي حتى الدولار نزل سوم قاعد هو في المحلات في الأسواق، والحق زي الناس ما عنداش حق فلوس الحق انت الله يسمعوا فينا الرؤساء اللي مسكين اللي عايشين في البدخ، شوفوا الناس اللي ظروفها سيئة، ونشكر إذاعتكم شكرا جزيلا على الوجوه الطيبة اللي ترفع رسائلنا لليبيا بس ما نبوش للعالم افهمونا يا عالم، وشكرا وبارك الله فيكم. نشرتنا متواصلة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. قبيل أيام من بدء عودة أهل طورغا، داخلية الوفاق تعلن إنشاء مديرية أمن بالمدينة. نواكب الحدث وقد صار حبرا على ورق، في شرفة صغيرة نطالع وإياكم أبرز إصدارات الصحف حول الشأن الليبي. هنا مبتدأ الحديث خبر. بانوراما الصحافة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، حيث أعلنت حكومة الوفاق الوطني إنشاء مديرية أمن بمدينة طورغا على أن تمارس نشاطها في الحدود الإدارية للمدينة. جاء ذلك في قرار لوزير الداخلية العارف الخوجة، حيث طلب الجهات ذات الاختصاص بتنفيذه، ويأتي في هذا القرار قبل أيام من البدء في عودة أهالي طورغا إلى مدينتهم وفقا للموعد الذي حدده المجلس الرئاسي مطلع فبراير المقبل. افتتحت مصلحة الجمارك بمصرات الخميس مبنى جديد لمركز جمرك مطار مصرات الدولي. افتتاح المركز كان بحضور القنصل التركي رئيس مجلس الأعيان بمدينة مصرات. وصرح رئيس المركز العقيد محمد كرزاب لقناة ليبيا بانوراما بأن هذا المبنى من شأنه أن يسهل الإجراءات الجمركية للمواطنين والتجار. كان لتسيير إجراءات جمركية لتسهيل الإجراءات على المواطنين سواء كانوا تجار أو سواء كانوا مواطنين عاديين سواء كانوا مسافرين. هناك مسافرين عندما يكون بالخارج يأتي اللي هو نحن بالعربي الفصيح يعني نقول لهم تجار الشنطة، يعني تجار الشنطة ديما نمسكوا عندهم في 30 40 50 نقال حاجات تستوجب منها تدفع عليها رسوم. بمجهود ذاتي يفتتح مواطن من مدينة مصراتة متحفا صغيرا يضم العديد من المقتنيات التراثية القديمة. التفاصيل في هذا التقرير. بمفرده وبما يتوفر لديه من وسائل يفتتح علي الطالب متحف عباد بمصراتة. مشروعه الصغير هذا كما يسميه أخذ في بنائه وترميمه قرابة العامين، اعتمد خلالها صاحب المتحف على إعادة تدوير بقايا الرخام وعلى هوايته في الرسم والنحت وأعمال الديكور. أول ما بديت بناء إنشاء المتحف تجميع رخام وبديت في إنشاء
خذ مني حوالي سنة. بعد السنة اتجهت العمل الزبائن المواطنين، هم خذ مني ممكن سنتين هيك، وبعدين جتني الفكرة متاع إنشاء نصب التذكاري ليبيا السلام، وخذ مني 6 شهور بالضبط. نصب التذكاري هذا خذ مني 6 شهور كاملات. يملأ الطالب متحفه المتواضع بما يملكه من مقتنيات تراثية وشعبية، يرى أنها باتت على وشك الاندثار والنسيان بما تحمله من معان رمزية وقيم وطنية لطالما كانت جزءا من تراث الآباء والأجداد. العملة، عندك العملة القديمة وعندك الأدوات المطبخ هذين القديم، وعندك اللباس القديم والمجوهرات، وباقي المقتنيات هذين زي متاع الفلاحة والنسيج والحاجات هذين. وتبقى رسالة علي الطالب الأولى من هذا العمل، صادنا من الحرب وصادنا من القتال. أقيم بمدرسة أبو بكر الصديق بترهون حملة توعوية تحت اسمي ولدي أنت غالي. هذه الحملة نظمتها منظمة نور الحياة للأعمال الخيرية بتعاون مع مكتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بمراقبة التعليم بترهون. التقرير والتفاصيل. برنامج ولدي أنت غالي هي حملة أطلقتها منظمة نور الحياة للأعمال الخيرية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بمراقبة التعليم بترهونة. هذه الحملة هي الأولى من نوعها التي تطلقها المنظمة بهدف حماية الأطفال من التحرش والخطف وسلبيات الإنترنت. انطلقت الحملة في بالتعاون أو تحت إشراف إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بوزارة التعليم، وبعد التنسيق معهم نسقنا مع البلديات في مدينة في بلدية عنزارة في مدينة طرابلس وبلدية طرابلس المركز. واليوم الحمد لله بتوفيق الله وصلنا لمدينة ترهونة، وكانت أول بلديات اللي هي خارج نطاق مدينة طرابلس. طلاب الفصول الدراسية الأولى بمدرسة أبي بكر الصديق بوسط مدينة ترهونة تركزت عليهم أنظر المحاضرين باعتبارهم هم الأقل دراية بمخاطر الإنترنت والتحرش والطرق التي عليهم اتباعها لحماية أنفسهم خلال تواجدهم في الأماكن العامة بعيدا عن ذويهم. فهمت منهم أن هم نصحونا على الحاجات يمكن هني مالينا ما حكولهاش عليهم، وعلمونا عليها كيف أن حد كبير إذا كلمنا إن أمالينا يفهمون عليهم وفهمونا، حتى إن ديما نكونوا ناصحين على أي شيء، وإن نخشوا لي ما نمشوش أماكن بعيدة إلا لمعنا أمالينا. تحت اسم جسمي ملكي أطلقت المنظمة كتابا يلخص فكرة هذا البرنامج، فالكتاب سيجعل انتشار البرنامج أوسع ليغطي بذلك أعدادا أكبر من الأطفال ويقيهم من مخاطر الخطف والتحرش وسلبيات الإنترنت. لقناة ليبيا بانوراما، محمد شكير، ترهونة. وقبل ختام النشرة مشاهدينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئاسي يؤكد ضرورة الامتثال لطلب تسليم مرتكبي الانتهاكات إلى الجنائية الدولية لوقف تكرارها. موسى فرج يكشف عن جلسة لمجلس الأعلى للوصول إلى صيغة نهائية بشأن السلطة التنفيذية. ابن قدارة يرجع أسباب ارتفاع الدينار إلى المضاربين ويشير إلى ضرورة وضع سياسة نقدية للتحكم. نهاية النشرة، إلى اللقاء.